السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في الفيديو التاني الخاص بمراجعة كل منهج الترم الأول اللي كان هو الفورمينج والشيت ميتال وورك. فهنبتدي إن شاء الله أول حاجة الفورمينج. يعني إيه فورمينج؟ اللي هي عملية التشكيل. فورمينج بروسيس إس بروسيس أت ويتش اللي هي فيها shipping the material to obtain the required product by applying external mechanical loads زي التنشن والكمبريشن والبينتنج والتونشن والشيرنج. يعني ايه الكلام ده؟ الفورمينج عبارة عن عملية تشكيل بتتم للماتيريال اللي عندي دون ان يطلع فيها شيب، دون ان يعني دون ان يبقى فيها رويش. ما بيبقاش فيها رويش. العملية دي ان انا بشكل الخامة اللي عندي على الساخن، يعني بسخن الخامة لحد معين. وده عملية التشكيل، يا إما بتبقى عملية تشكيل على السخن وعلى البارد. وبالتالي بقدر أتحكم في المادة اللي عندي، غير بقى إن أنا بعمل لها عملية تنشن أو كومبريشن أو بندنج أو شيرنج أند سو أون حسب ما هنشوف بعد كده. دايما عملية الفورمينج اللي هي عملية التشكيل بتحصل على يعني بتتم للدكتايل ماتيريال. طب ايه هي الدكتايل الماتيريال؟ دي عبارة عن المادة اللدنة اللي هي يعني بيحصل لها كسر بعد فترة كبيرة قوي من عملية التشكيل. وده لو شفناه هنا في الكيرف اللي معانا، الدكتايل الماتيريال بمشي كده 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 لحد نقطة عن معينة اسمها الإلاستيك ليميت. في العملية دي لو كل ما بعمل عملية شد وبزود في السترين بتاعي، لو شلت اللود من على الماتيريال، الماتيريال بترجع لشكلها الأصلي. يعني مثلا لو جبت أي حاجة وشددها ورجعت لشكلها الأصلي بعد ما بشيل إيديا من عليها، كده يبقى انا في منطقة تسمى، عايزين نشوفها شوية، دي الإلاستيك زون. وانس ان انا يعني وصلت للإلاستيك ليميت بتاعي، بيبتدي بقى بشكل كيرف. يعني قبل كده كنا لينير، وبعد كده بنشتغل كيرف في منطقة اسمها الديفورمينج زون، ودي المنطقة اللي انا بشتغل فيها عملية الفورمينج. يبقى الفورمينج بيتم في النقطة اللي أنا بحددها دي. وصلنا لل UTS أو ال Ultimate Tensile Point. بمجرد إن أنا أوصل لها ال Ultimate Tensile Strength دي، بعد كده لو عملت ضغط على الماتيريال اللي عندي بتتكسر، وبالتالي في عملية التشكيل لازم أتجنب إن أنا أوصل للنقطة دي. اخر حاجة لازم نعرفها ان الفوليوم بتاع الماتيريال قبل عملية التشكيل بيساوي الفوليوم بعد عملية التشكيل. وده لاني لما بشد مثلا، انا بطول في الطول بتاع الشغلة اللي عندي، لكن السكنس بتاعها بيقل، وبالتالي الفوليوم يفضل ثابت. كده عندنا مسألة، وبالتالي احنا المسألة دي كنا حليناها في الفيديو بتاع المسائل. ده كيرف بيمثل الضغطية الماتيريال اهي، الكسر اللي فيها او الفراكشر بيبقى بعد مسافة كبيرة، لكن هنا البريتن ماتيريال، وعلى فكرة هي دي خفيفة مش تقيلة، بيفور بوك بتتكسر بسرعة. لو دخلت على الديفورمابيليتي، ايه هي التعريف؟ الديفورمابيليتي هي suitability of material to forming process except large deforming before fraction. يعني هي الديفورمابيلتي هي قابلية المادة للتشكيل، اللي هي الفترة اللي المادة بتتشكل فيها قبل ما يحصل لها عملية كسر. دي توقف على فاكتورز كتير. فأنا مثلا لو بزود التمبريشر، كل ما بزود درجة الحرارة الديفورمابيلتي بتزيد. وبالتالي احنا كنا قلنا ان احنا علشان اعمل عملية تشكيل بسخن المعدن اللي عندي علشان اعرف اشكل فيه. الماتيريال اللي عندي لو الداكتيليتي بتاعتها زادت، فبالتالي ال deformability بتزيد، ال strength
بتاع المادة وبتاع يعني ايه السترينث هنعرفه في الماتريال. الماتريال دي بالمناسبة دي كانت أول محاضرتين في الترم التاني، دي مش هعمل لها فيديو، وبالتالي يعني أفضل شرح ليها أنا شفته كان في منزلة الباشمهندس مصطفى محمود، الشرح كان رائع بصراحة فيها، وهي مش محتاجة إنها تتشرح لأن هي معظمها حفظ. نرجع مرجوانا، السترينث كل ما بيزيد ال deformability بتقل، green size اللي هو الذرة بتاعة الماتيريال لما بتزيد، كل ما الذرة حجمها بيزيد ال deformability بتزيد، وبالتالي لما ال deformation rate معدل التشكيل بيزيد قابلية التشكيل بتقل، علشان عايز أعمل كمية كبيرة. لو دخلنا على الفورمينج بروسيس هلاقي ان الفورمينج بروسيس تنقسم الى شيت ميتال وورك، وده بيبقى 2D لان السيكنس بيبقى كونستانت والتغيير بيبقى في اللينث والويدث، طبعا كلمة ويدث مكتوبة غلط، والبالك فورمينج ديفورميشن. نبتدي الاول بالبالك فورمينج ديفورميشن. اول حاجة عملية الرولينج او الدرفلة، ايه الحكاية بتاعتها؟ ان انا بدخل شيت الشغلة بتاعتي بين درفلين او تو رول ميلز او اكتر، يعني انواع كتير، سيكنس اتش كابيتال بيخش ما بينهم، الدرفلين دول بيلفوا مع بعض بس انهم مش يدولي الشغلة لبره بسيكنس اقل من السيكنس الاولاني، واحنا قلنا ان الفوليوم بيفضل ثابت، وبالتالي الفوليوم بيفور ايكوال فوليوم افتر، والشغل before equal short after، وبالتالي يبقى عملية الرولينج أو الدرفلة بتتم عن طريق إن أنا بعصر الماتيريال اللي عندي بين 2 رول ميلز، لأني بدخلها بين 2 أو درفلين تخرج بالثيكنس الأقل and so on. طبعا باخد بالي إن انجل دي اسمها البيت انجل، دي اللي هي بتبقى معايا في الحتة اللي هي بيحصل فيها عملية الضرفة. تاني حاجة عملية الفورجينج. الفورجينج او عملية الحدادة هي عملية بتتم على الماتيريال اللي عندي عن طريق ان انا بعمل عليها عملية هامرينج او ابلاين كومبريسيف فورسز، ان انا بشكل الماتيريال اللي عندي عن طريق ان انا بدق عليها بهامر، يعني بحط مثلا الشغلة بتاعتي هنا في الانفيل في الحتة دي، بعد كده بنزل الهيد او الهامر بتاع الشغلة، فبتاخد شكل الضاي او القالب ده، وبالتالي بطلع الشغلة بالشكل المطلوب. الفورمينج اكويبمنت تنقسم الفورمينج الى مانيوال وماشينز. المانيوال ممكن اعملها بالمانيوال هامر او بالمكن، زي مكنة الميكانيكال بروسيس، المكنة دي مكنة الهيدروليك بروسيس، ان انا بدخل زيت من هنا فبينزل لي البيستون، ادخل زيت من هنا يطلع لي البيستون and so on. اقدر اتحكم في البيستون بتاعي اللي هو بيتوصل بالهيد دي اللي بتنزل على الانفل اللي بحط فيه الشغل. طبعا الرسومات مهمه جدا لازم اعرفها. ناخد بالنا ان في الميكانيكال بروسيس دي عباره الرام بتتحرك حركه تردديه، يعني الكرانك ده بيفضل يلف كده وبياخد مع الرام طالعه ونازله. لو جينا قسمنا عمليه الحداده نلاقي انها تنقسم الى 3 انواع، فري فورجنج الحدادة الحرة، الاوبن داي فورجنج والكلوز داي فورجنج. الاوبن داي فورجنج بتستخدم في قوالب مفتوحة، الكلوز داي فورجنج في قوالب مغلقة. ايه هي عيوب الفري فورجنج؟ انها بتديني لو اكيورسي، لو برودكتيفيتي، لو ريبيتابيليتي، لكنها بتبقى جيدة في الكميات القليلة. الكلوز داي فورجنج بقى مميزات انها عكس دي، انها بتديني هاي اكيورسي، هاي برودكتيفيتي، هاي ريبيتابيليتي، وده شكل لعملية الفري فورجنج، سوري الكلوز داي فورجنج.
ناخد بالنا منها ونعرف نقسمها كويس. لو جينا شفنا ابلكيشن للكلوز دايفرجنج هنلاقي ان الابلكيشن بتاعها هو عملية الكويننج او عملية ان اعمل النقود، ان انا بحط الماتيريال بتاعتي هنا وانزل بالبانش بتاعي ده على الماتيريال. البانش ده واخد شكل الرسمة اللي انا عايز احطها هنا، انزل بيه يعمل لي الشكل اللي انا عايزه. بعد كده عندنا عملية الواير درونج. الواير درونج اللي انا باخد الماتيريال بتاعتي من هنا، مش بدخلها بقى بين درفلين زي عملية الرونج، لا، ان انا باخدها بشدها بفورس معينة تخش جوه هنا تطلع لي من الناحية التانية بالسيكنس اللي انا عايزه. بالنسبة للمسألة تم حلها في الفيديو الخاص. فعملية بقى الاكستروجن، ان انا بحط الماتيريال بتاعتي كمادة منصهرة هنا جوه الضاي، بعد كده بضغط عليها بستون بتطلع لي، وبحط هنا يعني ضاي معين. يعني نرجع نقول تاني، بنحط الماتيريال المنصهرة هنا بتبقى نسميها باليت، اللي هي المادة المنصهرة جوه الكونتينر، بنضغط عليها بالبستون، بنركب هنا الضاي اللي فيه الشكل اللي انا عايز اطلعه، سواء بقى سلندر او اي شكل تاني، واضغط عليها تطلع لي الشكل اللي انا عايزه. ده شكل مثلا لضاي معين، وده شكل لضاي معين ممكن نستخدمه. من اهم المنتجات اللي ممكن تتعمل بيها هي الالومنيوم سيكشنز. ناخد بالنا ان الشكل ده عبارة عن دايركت اكستروجن، لاني بضغط عليها كده تطلع لي من هنا. في حاجة تانية هتلاقوها في المنازل بتاع الباشمهندس مصطفى احمد، ان انا بضغط كده بتلاقي الماتيريال بتطلع الناحية التانية، هتشوفها ازاي في الملزمة بشكل افضل. الامباكت اكستروشن ده بستخدمه لعمل معجون الاسنان، ان انا يعني ده من الابلكيشن بتاعته، ان انا اعمل العلق الانابيب معجين الاسنان. انا بنزل بالبانش بتاعي على الضاي اللي فيه الماتيريال بتاعتي، يطلع لي الشكل اللي انا عايزه بيركب فيه كده. لو دخلنا على شيت ميتال ورك، ده بيبقى كولد وركينج. ناخد بالنا ان ده بيبقى كولد وركينج. في شيت ميتال ورك ناخد بالنا ان السكنس بتاع الشغلة بيفضل ثابت. نيجي على البلانكينج والبيرزينج، دي عمليات قطع. انا لما بنزل بالبنش هنا ناخد بالنا من الانجلز دي، البيتا والجاما، سوري، الالفا والبيتا. الكت اوف بيحصل في في كونتر مفتوح، والبلانكينج والبيرسينج في كونتر مغلق. انا مش بشرح الحاجات دي يعني حفظ. الكليرانس انجل بين السكينة اللي انا بنزل بيها والتيبل بتاعتي بتبقى 0.1 من التي، يعني بشوف السكنس كام اضربه في 10%، يبقى هي دي الكليرانس انجل بتاعتي. ايه الفرق بين البلانكينج والبيرزينج؟ شايفين الدوائر دي؟ انا لو نزلت بالبانش بتاعي فوقعت، اللي وقعت لو هو البرودكت بتاعي يبقى دي اسمها بلانكينج. طيب انا عارفها ازاي؟ انا حفظتها، يعني ممكن تتلخبط ما بينها وبين البيرزينج، فانا بحفظها ازاي؟ انا عندي مثلا كالشكل ده عندي فيه 2 وقعوا، فدول عملولي يعني الدايرتين بتوع حرف البي. طبعا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف اي فكره ان احنا نحفظ بيها. عمليه البرزنك، انا لو برضه نزلت بالبانش بتاعي وقع لي حاجه، ده سكراب مش عايزه، انا عايز الحاجه بعد ما عملت فيها الهول اللي انا عايزه بالشكل ده، ده برودكت، يبقى دي عمليه البرزنك. وبالنسبه للمساله دي شرحناها بالتفصيل في الفيديو بتاع المسائل. الديب دروينج، الديب دروينج ده بستخدمه في عمل الكابس او الكوبايات، ان انا بنزل بالبانش بتاعي كده فالماتيريال بتركب على البانش. يعني شايفين الشكل كده، الماتيريال اهي تنزل راكبة في البانش دي، اسمها البلانك هولدر. ايه مهمة البلانك هولدر؟ اهي معلم عليها. البلانك هولدر دي وصفتها ان هي بتمنع الكرمشة اللي هي الرين كلينك. يبقى لو جه قال لي واتس A function of the plank holder، هقوله ان plank holder's function in deep drawing process is to prevent the wrinkling.
with allowing of slipping the metal sheet down it، يعني ما بتمنع الكرمشة لكنها بتسمح ان الماتيريال تنزل معايا. السبيننج ان انا بخبط البين هولدر على الماتيريال هنا، بخليها تخبط في حاجة بتلف كده اسمها الكلابينج جويس، وعن طريق زي الشاكوش كده بفضل اخبط اركبها على الشكل اللي بدوره. وبالتالي نفهم من هنا ان الحاجة اللي بتدور دي بتاخد شكل البرودكت اللي انا عايز اطلعه. والمسألة تم حلها في الفيديو الخاص بالشرح. كده يبقى انهينا بفضل الله الفيديو الخاص بشرح منهج الترم الاول كله، وكده شرحنا المنهج بتاع مادة الانتاج كاملا. ختاما نتذكر ان الفيديوهات دي ليست كافية، المحاضرات ليست كافية، تذاكر المحاضرات كويس جدا لان الدكاترة قالوا يعني ذاكر المحاضرة وحل الامتحانات، اوكي ما فيش مشكلة، لكن احنا هنأمن نفسنا فهنذاكر محاضرات، نذاكر طبعا كأول تعارف بينه وبين المادة هيذاكر بجانب المحاضرات دي، يذاكر الملازم بتاعة المراجعة اللي هتنزل بأمر الله، ونستعين بالله وإن شاء الله الموضوع سهل. ناخد بالنا الرسومات ترسمها بإيدك مرة واتنين علشان تعرف ترسمهم في الامتحان بإذن الله، لأن بيجيلك سؤال سكتش. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تنجعل الصعب إن شئت سهلا فسهل لنا أمرنا يا رب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.